البرلمان السويسري ينتخب وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا لتولي رئاسة دورية للاتحاد السويسري في عام 2015، ويتولى هذه الرئاسة دوريا لمدة سنة أحد أعضاء الحكومة. وحصلت سوماروغا على 181 صوتا من أصل 236 ناخبا في مجلس النواب. بالفعل الناس اليوم يصادفونني في الشوارع وحتى في الأسواق ويسألونني عن ديمقراطيتنا المباشرة. في العام المقبل أريد أن أركز على هذا الموضوع، وسأضمن لكم أن هذا الأمر سيكون أحد محاور عام 2015، قالت سيمونيتا سوماروغا. dass die direkte Demokratie im 2015 im Gespräch bleibt. الديمقراطية المباشرة من بين الأمور التي تعود عليها المواطنون في سويسرا، إذ يشاركون بانتظام في الاستفتاءات التي تنظم على مستوى المناطق الإقليمية في البلاد. وهناك ملفات عدة تنتظر الرئيس الجديد كالهجرة والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.